تاسعاً، غياب الوعي والفهم لتشخيص ما نحن فيه لدى النخبة المسؤولة، وكذا متطلبات يعني العبور للفجوة للهوة التي تعاني منها البلاد. زي ما قلت كده، احنا ممكن نتكلم كتير ونقول ان احنا دي خريطتي اعملها. طب ما تيجي، طب احنا ما عملناش ليه؟ ده كل خطوة بتتعمل. انا لما وقفت وزير البترول وقلت لكم في 25,000 ساعة عمل، هو الامور الدول بتدار كده، استراتيجيات وسياسات ومراجعة ومتابعة، مش كده ولا انا؟ مش الدولة كده ولا يا دكتور مصطفى؟ معقول بقى كل يوم تجيب الناس كل واحد بحكايته وتقعد معاه، ولا يا دكتور خالد؟ وزير الاوقاف الناس ما بتديلوش الفلوس، وزير الاوقاف عايزين نرفع كفاءة الوقف. انا بتكلم على الاوقاف بس منه قدام عيني، يعني كله كده. ولا يا دكتور شاكر؟ بأمانة اوعى تفتكروا الحاجة اتعملت بإن أنا قضيت توجيهات وقعدت في البيت وأنا مش بدافع عن نفسي. أنا بدافع عن المسار، بدافع عن الفكرة، عن فلسفة الحكم، مش على أنا عملت إيه. إعادة تنظيم وهيكلة الدولة ده إجراء إحنا بنعمله بهدوء شديد جدا جدا وبدون شوشرة لكل المؤسسات. طبعا أول قرار اتخذ فيه من 7 سنين بإن أنا قلت ما فيش حد هيتعين تاني في الحكومة. الله، أنت راجل صعب قوي. مش هتعين 1.5 مليون في 2011 في موازنة الدولة مش قادرة، وبقى رفعنا المرتبات من 80 مليار قبل ل 230 مليار بعد. مش كده يا وزير المالية ولا إيه؟ مش كده؟ اترفعت المرتبات من قبل 2011 من 80 مليار جنيه ل 230 مليار جنيه بالكام شهر دول. اتفضل استريح. يبقى كان الموضوع في معالجه في المشاكل اللي احنا فيها دي اكتفي بان انا اقول ايه المساعدين والمستشارين يبلوروا استراتيجيات وبتاع على الحكومه ونطلع لا يا فندم، لا يا فندم. وده مسار كان بديل لمجابهه ازمه الجهاز الاداري. ازمه ايه يا فندم؟ الجهاز الاداري. ما احنا لما بنتكلم الشباك الواحد مش بتتكلموا في ده وتقولوا طب ما احنا كذا مسؤول حط ده وقال ان احنا الشباك الواحد وخلاص وهنحل المساله. ما تحلتش ليه؟ احنا بنضحك على الناس ولا الناس اللي معانا مش مساعدانا؟ انا بقول كلام الناس اللي معانا. انا بقول للدكتور مصطفى انت كل يوم تجيب بتاع التنميه الصناعيه ولا بتاع الاستثمار يقعد على المكتب قدامك تشوف الطلبات اللي تقدمت دي، معقول؟ اللهم وزير التجاره بيعمل ايه؟ عايزين تحلوا المساله ولا؟ انا مش بقول كلام ان ازاي تحل المساله، ده مسار في ما الدول كلها اللي زي حالتنا في المنطقه كده. بالمناسبه التشخيص ده تاخده تحطه في دوله زي ودولة زي ودولة زي مش هتلاقي الفرق كتير. اللي هيختلف هو المسار، مسار القيادة والحل للأزمة.